السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ سارة يوسف. اليوم غنوجدو السردين بطريقة صحية، يعني ما غنقليوهش وغنشرملو بشرمولة أكثر من رائعة. نتمنىكم تجربوها وندوزو دابايا للمقادير وطريقة التحضير. أول حاجة نحتاجو السردين اللي يكون منقي ومغسول جيدا، ونخليوه حتى يتسقطر من الماء جيدا باش تجلينا فيه شرمولة. غنحتاجو الحامض، غنحتاجو الربيع مقطع ويكون القزبور دائما أكثر من المعدنوس في الحوت. غنحتاجو العطريه، غنحتاجو الملح، الابزار، سكينجبير، غنحتاجو الثومه اللي تكون حمراء، يعني غير شي 3 ولا 4 دروس ديال الثومه. غنحتاجو التحميره، غنحتاجو الكمون، ونحتاجو العطريه ديال الحوت اللي كتباع عند العطار، ولا العطريه ديال الشينوا عاتيه تعطي واحد الدغزاله للسردين. ونحتاجو شويه الهريسه، هذه كتبقى اختياريه، وزيت الزيتون الى ما كانش نعوضوه بالزيت العاديه. اول حاجه نوجد الشرموله ديالي. غنجيب الربيع، كيف ما قلت الربيع في الحوت كنغلبوا القزبر اكثر من المعدنوس لانه كيجي مواتي مع الحوت. غنزيد العطريه كلها اللي قلت، يعني العطريه تتبقى عندكم ميزانكم. وغنزيد نعصر الثومه، تقدروا تحكوها. غنزيد زيت البلديه، ولا كيف ما قلت نقدروا نعوضوها بالزيت العاديه. ونزيد الحامض، الحامض ضروري في الحوت، يعني هنا راه درت عصير ديال حامضه كبيره. غنخلط هاد الشرموله وغنزيد شويه د الماء، يعني الماء كيبقى عندكم ميزانكم، يعني نتحصلوا على واحد الشرموله شويه ما نقولش سائله ولكن تكون شويه طالقه راسها. من بعد غنجيب السردين ديالي وندوزو في هاد الشرموله. نقدر ندير وحده على وحده، يعني نجيب سردينه نعمرها بالشرموله ونحط عليها سردينه اخرى حتى هي اللي حتى هي معمره بشرموله، ولا نديرو بحال هكا كيف ما كندير انايا، غير وحده كنطويها. ندوز السردين ديالي كامل في هاد الشرموله ونديرها في شي طبسيل ولا شي علبه اللي غتدخل الثلاجه. يعني من الاحسن السردين كل ما بقى في شرموله كل ما مزيان. كما قلت نديرها في الطبسيل ديالي ونغطيه بالفيلم المونتير باش ما يعطيش الريحه في الثلاجه، وندخله ونخليه يعني كل ما ترقد كل ما مزيان باش كيجي لذيذ. كيف ما قلت هاد السردين ما غنقليوهش، غندخلوه الفران. غير الحاجه اللي كنصح بها هي اننا ما نديروش في اللاطه ديريكت، يعني نجيبو البابي كويسون ولا ورق الطبخ كنديروه فوق اللاطه ديالي باش ديك الشرموله ما كتحرقش ليا في اللاطه، وكتبقى ليا مع السردين ديالي، كيبقى داك الماء هو اللي كيتبخر في بلاصه ما ينشف ليا السردين، يعني كيجي رائع. كنتمنىكم تجربوه، يعني حسن من القلي وكيجي ألذ من القلي، يعني اللي داير ريجيم يعني هاد الطريقه كتجي صحيه ولذيذه، لذيذه جدا. كيف ما قلت غنجيب لاطا ديالي ندير بابي كويسون ونحط، سواء درت وحده على وحده ولا درت وحده غير وحده مطويه، ونحطهم في لاطا ديالي وغنسخن الفران، يكون مسخن مزيان يعني سخون. هكا كيجي السردين ديالي، كيبقى صحي واحسن من القلي. نتمنى يعجبكم، الى عجبكم ديروا جيم الفيديو، تعليق محفز، واشتركوا بالقناه، وشكرا لتشجيعاتكم، شكرا لتعليقاتكم.